والفريق يحاول أن يبحث عن نفسه في هذا اللقاء. عمرو الحلواني وكرة ثابتة لأسوان، محاولة جول، هدف أول أسواني، هدف أول أسواني مع الدقيقة 59 يسجل الهدف الثاني له على المستوى الشخصي في البطولة. هيثم الفيل، هدف أول لأسوان، اظهر وبان عليك الأمان، لقد حان موعد التسجيل. هيثم الفيل يبادر بالتعديل، يعدل النتيجة بدل التعادل بدون أهداف. لا، هناك هداف كامل الأوصاف، يسجل بالقدم أو بالرأس، بالقدم أسعد أطيب ناس، بالقدم أسعد أطيب ناس هناك في أسوان، سعداء بهذا التقدم. يستلم، يهيئ، يضع الكرة بتأني وبكل سهولة في مرمى طلاع الجيش ليتقدم هيثم الفيل. هيثم يسجل هدفه الثاني على المستوى الشخصي في هذا الملعب وفي هذا المرمى، في هذا الملعب وفي نفس المرمى، بعد أن سجل في مرمى إنبي يعود ويسجل في مرمى طلاع الجيش. هيثم الفيل صاحب ال 35 سنة، القادم من النصر للتعدين، مع النصر للتعدين سجل 5 أهداف لما كان الفريق متواجد في الدوري في موسم 2016-2017. رمي التماس لطلاع الجيش، كرة لعبت، يطلع محمد سوستة، رجعت لطلاع الجيش. المباراة بالتأكيد شكلها هيتغير، هيتغير المباراة، شكلها هيتغير. كرة تحير، كرة تحير، كرة تحير، الله، هدف التعادل لطلاع الجيش مع الدقيقة 61. ازاي كرة زي دي ما تجيش؟ مش ممكن، قنبلة، واحد استعد واثنين مد الرجل وثلاثة طيران. أحمد سمير يضع الكرة في أبعد مكان، يضع الكرة في أبعد مكان. صعبة يا خالد يا وليد، حتى ولو كنت، حتى ولو كنت سوبرمان. الله، في كرة بالقدم اليسرى الدقائق العشر الأخيرة، أكثر من هدف، 4 أهداف في الدقائق الأخيرة، في آخر 10 دقائق، منهم أهداف جاءت في الوقت البدل ضائع. عمرو الحلواني على تنفيذ الخطأ لأسوان، يلعب الكرة الثابتة، جول، جول أسواني، هدف ثاني لأسوان، هدف ثاني لأسوان عن طريق شبانة، محمود شبانة من أعلى نقطة، ومع الدقيقة 83 يبحث عن أغلى النقاط مع بداية المشوار، من أعلى نقطة يرتقي، يعتلي فوق الجميع، وبضربة رأس يعانق الشباك. كرة ثابتة الحلواني يلعبها وبالمقاس، وضربة الرأس من محمود شبانة يتفوق على عمرو مرعي، يؤكد لعمرو مرعي بأنه أيضا لديه نفس الموهبة في كيفية التعامل مع الكرات العالية. مسعد نجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي والمقصة، وأحد القادمين من المقصة أيضا إلى سيراميكو. يا ولد، جول التعادل الرائع، هدف روعة روعة روعة، يتعادل البنك الأهلي لحظة، ده لسه فادي فريد في أول محاولة له على المرمى، فادي فريد يسجل هدف من طراز فريد. بالفعل ينجح فادي في إيداع أول هدف في خزينة الأهداف للبنك الأهلي. آدي الكورة والاستلام من جوه المنطقة، والبليسنج روعة، عامر عامر متقدم، لمحه فادي فريد، عقبه على التقدم وسجل هدف سينما. الشوط الثاني بدأ أيضا بقوة ونشاط وحماس، تعادل البنك الأهلي فادي فريد، ثم شريف دابو يستعيد التقدم مرة أخرى، تتلعب تاني، اتقطعت الكرة، لسه خطيرة، لسه خطيرة، شادي حسين يلعب عرضية على الأرض، تعود من جديد محمد إبراهيم جوه المنطقة، تطلع الكرة لكن لسه على شماله، يا ولد لعبها بالكعب، محمد مسعد يفوتها لنفسه، يلعبها وهو واقع، لسه الكرة خطيرة جدا، عرضية، الله، التالت، التالت، هدف رائع،
هدف فرز أول من سيراميكا كليوباترا بكعب من محمد إبراهيم بعرضية من أحمد محسن، وأخيرا التسجيل والثالث لشادي يسلس النتيجة يجعلها ثلاثية لسيراميكا كليوباترا. شوف الكرة، شوف الكعب، وادي مسعد والمراوغة، والكرة إلى محسن، عدة وعرضية، مزيكا من سيراميكا، هدف مزيكا من سيراميكا، روعة من ناحية الشمال، صناعة أحمد محسن وتسجيل مباراة الجونة والمصري، واللي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. على يسار الشاشة بالتشيرت الأبيض والشورت الأسود هو نادي الجونة، وعلى يمين الشاشة بالتشيرت الأخضر والشورت الأبيض هو النادي المصري البورسعيدي. تحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصفا لمباراة الجونة والمصري الأسبوع الثاني من النسخة رقم 62 من الدوري المصري الممتاز. الجونة الجونز القادم هناك من محافظة البحر الأحمر، والمصري البورسعيدي القادم من الباسلة صاحب المئة عام من التاريخ. والمحاولة المرة دي من جانب عنتر، يعدي عنتر، يوسع لنفسه عنتر، يلعب البينية حلوة 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 حلوة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على المصري، من عنتر إلى رفعت إلى هدف مستحق للمصري، إلى هدف مستحق للمصري. 45 ثانية كافية من أجل إلقاء الكلمة العليا للنادي المصري هنا في أرضية الملعب. عنتر بالعمق اللي بيحبه، بالتحركات اللي بيحبها، يلعب بينية جميلة ورفعت ركنة ولا أروع، ركنة ممتازة ممتازة ممتازة. هذا الانطلاقة من عنتر، عدى 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 عدى، لعب البينية، وادي هنا المرة دي بقى على طريقة تيري أونري، على طريقة تيري أونري، أحمد رفعت هو صاحب البسمة الأولى في المباراة، الابتسامة بورسعيدية، وأحمد رفعت هو صاحب الهدف الأول. المصري 1 الجونة لا شيء. يا ولد يا ولد، شوف رفعت، شوف رفعت بحنية بحنية بحنية، خد القرار. صعبة صعبة يا عادل، صعبة صعبة يا أحمد يا عادل، لكن مش صعب على أحمد رفعت اللي يسجل بعد 45 ثانية فقط. ترقب جوه منطقة الجزاء، وجوناثان يلعب الكرة قصيرة حلوة حلوة حلوة، فيها خطورة والإبعاد ودربكة جوه ال 18. بوليا بيحاول، يا ولد يا ولد يا ولد يا بوليا يا ولد يا بوليا، الفهد الكونغولي يعود بالجونة، يعود بالجونة من زاوية ميتة ومن فرصة ميتة، ولكن يحييها 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 للجونة. والتر بوليا بالتخصص هو من يسجل التعادل للجونة. ادي الركنية والإبعاد عاد المرة دي، لمسها براسه ورجعت. شوف المحاولة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، في الزاوية التسعين، في الزاوية التسعين يعلن عن عودة الجونة للمباراة. والتر بواليا، احذروا الفهد الأنجولي. ونبدأ نشوف التدخلات اللي ممكن تغير في نتيجة اللقاء. ادي باسم، لو سبق هنا باسم لحق كورته، عايز يلعب العرضية، وادي العرضية في منتهى الخطورة، فييرا اسيست من باسم، والفينش من محمد فييرا، واول هدف لنادي الانتاج الحربي هذا الموسم. الضغط لنادي الانتاج، المبادرة كانت للاسماعيلي، لكن نادي الانتاج الحربي التالتة تبتة، رأسية من باسم وكرة تانية انقذها محمد فوزي، والتالتة تبتة محمد فييرا يسجل، ومختار يتفوق على هيرن ريكاردو. 1-0 في الدقيقة 16، ادي اللمسة، يوصل باسم، اخر نفسه ووصل لكورته، محمد فييرا هرب من نادي رمضان وحطها بشماله. حلوة 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 حلوة، ادي الكرة الامامية، وادي التاكلينج من دونجا، المفروض تاكلينج، الكرة برة، المفروض الراجل يعمل تاكلينج، الكرة تطلع برة الملعب. الفاول لصالح الاسماعيلي، 25 دقيقة باقي تلت ساعة، عبد الرحمن مجدي يلعب الكرة العرضية، زبطها المرة دي حلوة، فرصة الهدف والهدف، هدف التعادل، عماد حمدي يأتي بالهدف، هدف التعادل للدراويش. حكاية الأخطاء النهاردة، أوكازيون أخطاء من المدافعين، الشبيني ولا أحمد علي مش مهم، الإسماعيلي بيسجل في الدقيقة 25 من كرة مكررة، مرة والتانية والتالتة، الكرات العرضية من ناحية اليمين، عبد الرحمن مجدي ملك الأسيستات يعمل الكرة العرضية، وبيكمل عماد حمدي، هو مميز في الرأسيات لكن المرة دي بيخلصها. أدي الكرة من عبد الرحمن مجدي، يطلع على الفاضي أحمد يحيى ويمسك الهواء، والكرة خطأ من دفاع الانتاج الحربي. هنشوف أدي العرضية طلع على الفاضي، تترد مرة تانية، أحمد علي يشتت بالخطأ، يلحقها عماد حمدي قبل محمد الشبيني، ويسجل هدف التعادل لصالح النادي الإسماعيلي.
انتاج لسه ولا نقطة. خارج الديار نشوف الكرة دي الاول، كرة ناحية شمال وادي العرضية، الروج الروج الروج، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، عبد الرحمن مجدي يسجل، يقطع في القلب ويسجل من جملة ثلاثية تدرس 1-3 يدرس للدرويش. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هدف المتعة، هدف الحلاوة، هدف التقدم للدرويش، عودة للدرويش بعد التأخر بهدف محمد فييرا. النادي الإسماعيلي مصمم انه يطلع الشوط الاول وهو متقدم، فريقين عايزين يسجلوا لكن الرغبة اكتر عند النادي الإسماعيلي. عبد الرحمن مجدي اتفرج على الكورة، اتفرج على الموال من اوله، الموال من اوله حلو. اري بابل يستلم للروج، يلعبها حلوة قوي، عبد الرحمن مجدي واحدة والتانية تقطع الشبكة، التانية شومة في المرمى، هدف تاني لصالح النادي الإسماعيلي 2-1. عبد الرحمن مجدي يضم الجو، علاء يلعب الكرة الأمامية، خطر خطر خطر، جول جول الإنتاج الحربي، علاء سلامة بطل الأسيستات، يلعبها لمحمد عبد المجيد اللي بينفرد وبيسجل، تبديل ناجح جدا 10 على 10. مختار مختار لو قايل له انزل سجل الهدف الثاني مش هيعمل كده. محمد عبد المجيد يسجل الهدف الثاني للانتاج الحربي ويزود متعة اللقاء في الربع ساعة الأخير. بص هنا علاء سلامة ودي باك يمين، وقفوا جول، حتى وقف علاء سلامة جول، هيعمل لك الباص، هيعمل لك الثرو، هيودي محمد عبد المجيد، حلوة حلوة حلوة، ثرو يدرس. اللعيبة اللي بتتعلم البينيات تتفرج على علاء سلامة. وصلنا لأربع أهداف قبل كده، الأهلي عملها أمام نادي مصر المقاصة. أدي الكرة الأمامية الإسماعيلي، محمد الشامي، الشامي هيعمل إيه الشامي؟ عمل الباص لمحمد صادق، يا ولد 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 يا ولد، محمد صادق عنوان المتعة، عنوان المتعة في هدف رائع. ار 2 قول، بلاي ستيشن قول، اللاعب محمد صادق يحطها بحرفنة، يحطها بمعلمة، يركنها ركن، يا ولد يا ولد يا ولد. ركنية علاء سلامة، يلعب العرضية وادي الرأسية، مش ممكن، باسم مرسي يعملها، باسم ويسجل التعادل 3-3. مباراة مجنونة، مباراة مجنونة، المتعة حضرة، وباسم وعلاء سلامة كلمة السر، يلعب الكرة العرضية رأسية من على القائم الأول، وباسم يخطف الكل، ده خطفنا أنا في الكرة دي، يفتح هناك عند عبد الله في الشمال، يلعبها خطير 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 خطير، يلمكم ومره ثانيه عبد الله وعبد الله وعبد الله وخطيره وهوبا، يا نهار ابيض، احمد الشيخ، احمد الشيخ تاني لمسه، احمد الشيخ تاني لمسه، تاني لمسه لاحمد الشيخ، كنت فين يا احمد والناس بتدور عليك، حلوه 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 حلوه، احمد الشيخ بمنتهى الروعه والاتقان وفي مكان في اخر المرمى، لمسها لمسه جميله وعمال يشاور ويحاسبن، بيحاسبن على مين معرفش، لكن اتعملت من عبد الله ملفوفه، ايه روعه روعه روعه، ياه في عكس اتجاه المدافعين حطها احمد الشيخ، يا سلام، ماشي وناجم ماشي وناجم، طلع حازم دخلوها لجوه، هيرفع هيرفع، عرضيه خطير خطير خطير، والهدف والهدف، يا مصطفى يا مصطفى، الله عليك يا مصطفى، بحبك والله يا مصطفى، بحبك والله يا مصطفى، حلوة 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 حلوة. فاكر يا ابني لما استضفتك وانت في طالع الجيش قلت لك هتبقى مهاجم مصر، محدش كان باصص لك، لكن انت لعيب كبير وهداف كبير ولدغتك في الوقت، في الوقت والزمان، حلوة حلوة حلوة. مصطفى محمد يعيد الأمور إلى نصابها، أناجم من أول لمسة، من أول لمسة، من أول لمسة، وسلام عليك يا مصطفى، لو راحت لبن شرقي كان بقى تسلل، لكن مصطفى خطفها خطفها الولد بوش رجله الخارجي، قال لهم لا مؤاخذة، يا سلام عليك يا لعيب. علي فوزي بيلعب الكرة لمصلحة زميله المتحرك، هوبا جول، هدف أول للفريق البترولي عن طريق النجم كريم طارق، يسجل على يمين محمود حمدي من عرضية متقنة يتابعها ويترجمها في شباك مصر للمقصة ليقص شريط التهديف مع الدقيقة 11. إنبي يتقدم من عرضية ولا أروع، ومتابعة هي الأجمل هي الأمتع، كرة قطعت من خلال طبعا النقلات و
متابعة إعادة الكرة والهجمة اللي بدأت من ناحية اليمين هنا أمامنا علي فوزي اللي تحرك في جهة اليمين مرر إلى زميله اللي استلم وهرب من الرقابة. التقدم والعرضية كانت عن طريق اللاعب كريم فؤاد. مش ممكن كريم فؤاد الظهير الأيسر يتحرك من ناحية اليمين يبذل مجهود كبير ويلعب العرضية وبباطن القدم اليمنى على يمين الحارس، صعبة لا تصد ولا ترد. لا ترد من التاني على اليمين، السرعة والانطلاقة الغير عادية، منتهى الخطورة من محمد كلاريا بعرضية خطيرة واللمسة تعدى والهدف جوه الجول. الهدف الأول غير عادي، الهجمة الخطيرة السريعة والتحركات الممتازة من لاعبي سموحة وعرضية لعبت جميلة جدا ولاقيها على طول ويلاقيها قدامه النجم حسام حسن عشان سموحة يتقدم الآن بالهدف الأول. الموج الأزرق يولعها نار، يشعللها نار في الدربي السكندري. بص التحرك الجميل كناريا والتحرك روعة من رفيق كبو عشان يصنع هدف تاني لسموحة في الدوري المصري في الموسم الحالي. كبو مشاهدينا كان هو صانع الهدف الأول لسموحة في مرمى غزل المحلة اللي سجله عبد الكبير وادي، والنهاردة مشاهدينا يصنع هدف جميل بعرضية ساحرة والمتابعة بقدم هداف قناص موجود قدام في خط الهجوم. إنه يا سادة حسام حسن عشان سموحة يتقدم الآن بالهدف الأول في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول. واحد سموحة لا شيء. نادي الاتحاد السكندري على طول ناحيه محمود رزق، قلب الدفاع رزق على الارض لعمار يا حمدي. انت فين يا عمار؟ انت فين يا عمار في هذه المباراه؟ لمس على الشمال طاسمه ثانيه لفرقه الاتحاد، رزاق سيسي عطاه في اليمين طاسمه ثانيه لمحمود رزق. محمود رزق والعرضيه والاستلام واللمسه خطيره، تعدي سيسي والتصريب والتعادل. التعادل بدري لاتحاد سيد البلد يرجع للمباراه ويسجل هدف التعادل بقدم المطرقه الايفواريه المتالقه في الملاعب المصريه. رزاق سيسي من اسيست روعه بقدم الموهبه المصريه الشابه يا ساده عمار حمدي، يسندها حلو لرزاق سيسي. هذه العاده مره ثانيه محمود رزق والعرضيه واللمسه على طول تعدي وتجلي والباصه الجميله بقدم عمار حمدي والمهاره موجوده فقدام هداف ممتاز هو النجم الايفواري رزاق سيسي عشان الاتحاد يرجع المباراه سريعا ويسجل مشاهدينا هدف التعادل في الدقيقه 33 من زمن الشوط الاول. والله مباراه، والله ديربي كبير ممتع ومثير بكل التأكيد. رزاق سيسي نزل المحلة وادي واحدة جميلة، هرب شريف، هرب من البشبيش. يا ولد عند محمد شريف انصاف الفرص اهداف، عند محمد شريف انصاف الفرص اهداف. محمد شريف من نص فرصة يسجل الاول للنادي الاهلي، واحد الاهلي لا شيء. غزل المحلة ادي علي معلول سي علي لعبها لمحمد شريف. يا سلام يا محمد يا شريف، رؤية ممتازة، تحرك ممتاز، هروب ممتاز، هدف روعة من الرائع محمد شريف. وعند محمد شريف الخبر اليقين للنادي الأهلي، نصف الفرص عند شريف أهداف، يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي. أيمن أشرف يتقدم، لا المساحة أيمن حطها حلوة لصلاح. يا ولد النهاية لابد أن تكون بهدف يا كهربا. الأولى حلوة من شريف والتانية أحلى من كهربا. أيمن أشرف كلمة سر وكهربا يسجل التاني. أدي أيمن حطها وصلاح، وهنا يا ولد يا محمد يا شريف، وكهربا يكمل في المرمى الخالي. الأهل 2 غزل المحلة يا شيء. شوف محمد شريف وعرضية حلوة من صلاح محسن. يا ولد يا صلاح، لكن أيمن أشرف بدأها، حطها لصلاح محسن اللي حط عرضية حلوة. شوف هنا محمد شريف ما شاء الله. وكهربا يكمل في المرمى عشان يبقى الهدف الثاني للأهلي.
الهدف الثاني للأهلي. كهربا يسجل الثاني، يقطعها كويس حمدي فتحي. ايمن اشرف لعب واحده طويله، قفشه مع الكوره، طلع البشبيشي، طلع البشبيشي، قفشه هيئ الكوره لشريف، والهدف الثالث، والهدف الثالث. محمد شريف ينقض على المرمى ويسجل الهدف الثالث، من قفشه الى شريف الى الهدف الثالث للنادي الاهلي. محمد شريف يسجل الثالث للنادي الاهلي. 3-0، 3-0. طويلة الكرة اهي، واحدة طويلة امامية، وادي الكرة، وادي هنا بقى قفشة هيئها لمحمد شريف على طول قدامه المرمى، حطها، والهدف الثالث للنادي الاهلي. محمد شريف هو اللي يسجل الهدف الثالث وتاني اهدافه في المباراة. الاولى من ايمن اشرف ولا من مين يا جماعة؟ الكرة الاولى اللي اتلعبت عند قفشة، الكرة الطويلة، وهي الكرة، وهي المحاولة والباص، وهنا بقى محمد شريف في المرمى يسجل ويركن في الزاوية ويسجل في مرمى غزل المحلة، ثالث أهداف الأهلي في المباراة. أينما كنتم في كل مكان أرجو أن أكون قد وفقت من الله عز وجل. تحياتي بلال أحمد علام.